إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب أول محاولة للطيران، هو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ الأدب واللغة العربية، وهو معروف بكونه من أبرز علماء اللغة في العصر العباسي. ولد في نهاية القرن الثاني الهجري وعاش حتى بدايات القرن الثالث الهجري. اشتهر الجوهري بتأليفه لكتاب الصحاح في اللغة الذي يعد من أهم المراجع في اللغة العربية. في وفاة الجوهري وردت قصة غريبة، إلا أن المصادر التاريخية تكاد تجمع عليها، وهي أنه صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل، ثم انتقل إلى الجامع القديم بنيسابور، فصعد إلى سطحه وقال: أيها الناس، إني عملت في الدنيا شيئاً لم أسبق إليه. وصعد مكاناً عالياً من الجامع وزعم أنه يطير، فوقع فمات،